إذن معي عبر الهاتف من بغداد مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان. أستاذ حسن، مرحبا بك. لا موعد محددا لإعلان النتائج، صرنا في منتصف الأسبوع وهذا ما أثار شكوك لدى القوى السياسية المشاركة للانتخابات، هل من موعد محدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. أستاذنا العزيز، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن باب الالتزام بالنص القانوني الواضح الذي يشير إلى أن المحطات التي لم ترسل عبر الوسط الناقل سيتم عدها وفرزها وكذلك احتساب نتائجها من خلال العد والفرز اليدوي، وهذا يستلزم حقيقة إدخال البيانات الخاصة بالأصوات التي حصلت عليها الكتل السياسية، إدخال يدوي أيضا ومن خلال مركز إدخال البيانات، وهذا يستلزم بعض الوقت حقيقة، لأنه مراحل إدخال البيانات الخاصة بهذه الأصوات يمر بثلاث مراحل: إدخال أي وإدخال بي وإدخال سي ومن ثم الإدخال النهائي. هذا الأمر يتطلب يعني وقت، إن شاء الله إحنا خلال هذا الأسبوع راح نكمل وراح تعلن النتائج النهائية. طيب، نعم، ماذا عن الحديث أن كوتا النساء وتوزيع كوتا النساء على القوى السياسية الفائزة في الانتخابات هو محالة دون إعلان النتائج، هل ثمة إشكال في هذه الجزئية أستاذ حسن؟ لا أستاذنا العزيز، يعني ما أعرف من اللي أثار هذا الموضوع. هذا الكوتا النسائية توزع وفق نظام توزيع المقاعد، وعندنا نظام خاص بهذا الجانب حقيقة، او توزيع الكوتا النسائيه او الاستحقاقات النساء وفق الدستور وفق القانون، هاي الها مفردات قانون او مفردات نظام خاص هو نظام توزيع المقاعد، فقط انه التاخير هو لاكمال ادخال البيانات الخاصه بالاصوات، اما مساله توزيع الكوتا النساء فهو خاضع للنظام ويتم ادخال ويتم اختيار النساء وفق الاستحقاق ووفقا للمفردات النظام. 419 شكوى قدمت إلى مفوضية الانتخابات، هذه الأرقام هل ازدادت؟ هل من بينها شكوى وصلت إلى العلامة الحمراء وهل يمكن أن تؤثر في النتائج؟ أستاذنا العزيز، هو الحقيقة مثل ما تفضلت حضرتك أنه الشكاوى بلغ عددها أكثر من 400 شكوى، وهذا الرقم متحرك حقيقة، ربما يعني مثلا ربما غدا أو بعد غد ربما يصل العدد إلى أكثر من هذا. أما في ميدان الشكاوى وأهميتها أو خطورتها حقيقة إلى غاية يوم أمس اللي هو هذا الرقم اللي ذكرته حضرتك، لم يكن من بين الشكاوى شكوى حمراء. والشكوى الحمراء مثل ما تعرفون حضراتكم انه هي الشكوى اللي المؤثرة في نتيجة العملية الانتخابية او نتيجة عد الاصوات او غيرها من الجوانب التي قد تحدث تغييرا في نتائج العملية الانتخابية، اما الصفراء والخضراء فهي الشكاوى يعني التي لا تؤثر في هذا الجانب والتي تفتقر للأدلة احيانا. طيب، كل حسب موضوعه. استاذ حسن، أثير استغراب من بعض القوى المشاركة في الانتخابات لدى حصول الإشكال في التصويت الخاص وتعطل أجهزة تسريع النتائج والذي لم يتعطل، كان السبب ضغط السيرفرات، وهناك من علق على أن الضغط في الاقتراع العام هو أكثر من الاقتراع الخاص، هل لك أن تعلل ما جرى وهل فعلا أن بطاقات المنتسبين تختلف عن بطاقات المدنيين في التصويت؟ والله أستاذنا العزيز، أنا أتكلم وياك بواقعية وحقيقة ولقناتكم المحترمة، أنا متخصص بالجانب القانوني والجانب الإداري وفي ميدان المرشحين، أما عن الجانب الفني البحث الذي يتعلق بالأجهزة لدي علاقة يعني مو محترفة خلينا نقول بهالتعبير، ولكن مع هذا أنا يعني تقريبا توصلنا إلى سبب معين، يعني
هم يفسروه حقيقة تفسير فني بحت. أنا ما عندي قدرة أوصل لك الفكرة، ولكن الاتجاه العام يقول التالي: أنه الأجهزة الخاصة، أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق، كانت يعني معرفة على أوراق الاقتراع في ميدان الاقتراع العام. الاقتراع العام يعني الأجهزة العام معرفة على الهويات أو البطائق الإلكترونية الخاصة بالمقترعين بالنسبة للاقتراع العام، بينما لم تعرف أوراق الاقتراع على بطاقات البيومترية للاقتراع الخاص. هذا اللي أعرفه أنا حقيقة، يعني اللي وصلني. أما الجانب الفني ممكن المتخصصين في هذا الميدان ممكن يوصلون فكرة أكثر إقناع حقيقة يعني. نعم، كل الشكر لك مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضيات الانتخابات أستاذ حسن سلمان، كنت معي عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك.